قدم ما نجموش ما نحكيوش على زين الدين زيدان. نتفليكس دونك هذه نتفليكس بالنسبه لليوم اللي اخترنا نحكيوا على ملاعبي ما نجموش نقولوا عليه كان اسطوره حيه. كل محبي كره القدم عندهم قناعه واجماع انه الملاعبي هذا من احسن ما انجبت الملاعب العالميه سواء كان مع الفرق اللي لعبها او المنتخب الفرنسي. اكيد عرفتوني شكون نحكي، نحكيوا على زين الدين زيدان او زيزو. دونك مسيره بكلها نجاحات أهداف تتويجات على مر السنوات انتهت بحادثة باش تبقى للتاريخ في نهائي كأس عالم. هذا الكل تلقاه في فيلم ان ديستان ديكسيبسيون، مسير استثنائي للاعب استثنائي في عالم كرة القدم. فيلم المدة متاعه ساعة و12 دقيقة يرجع بينا لذكريات فيها ذكريات جميلة بخليها زيدان، لحظات من الإبداع الكروي فيها برشا عاطفة سواء كان مع اليوفي أو ريال مدريد، والتتويج التاريخي للديوك في مونديال 98. الفيلم هذا تلقاو فيه عديد النجوم اللي تتحدث على زيدان اللاعب والإنسان، منهم ليزارازو، منهم ماكيليلي، دافيد بيكام، سمير نصري، المدرب الكبير الإيطالي مارسيلو ليبي. نلقاو زادا رافائيل نادال يحكي على زين الدين زيدان وجمال دبوز. دونك هذوما أهم الشخصيات اللي تلقاها في الفيلم هذا، وعديد الأسماء الأخرى اللي عاصرت زيدان من جميع الميادين. ظاهرة كروية عالمية خلته يكون رمز في فرنسا عام 1998، والشخصية الأكثر تأثيرا في فرنسا لسنوات طويلة. زيدان مع المنتخب الفرنسي في كؤوس العالم، توج بلقب 98، خيبة أمل مونديال 2002، والنطحة الشهيرة ضد ماركو ماتيرازي في مونديال 2006، وخروجه بالورقة الحمراء، وكانت آخر مقابلة لزيدان وضربة الجزاء ضد بوفون. هذا هو دونك مع المنتخب الفرنسي. قبلها زاد آخر مقابلة كانت مع ريال مدريد في 6 مايو 2006 في استاد البرنابيو، وقتها حضروا 80,000 متفرج جاوا لوداع زيدان في لحظة دموع بانتهاء مسيرته الكروية. اللاعب اللي بدا لاعب عادي في الجمعيات يلعب لهم هو صغير الى نجم الى اسطوره يلخصها الفيلم هذا. مسير استثنائي اللي تم انتاجه عام 2007 عام بعد اعتزال الكوره لزين الدين زيدان. 108 مقابله مع المنتخب الفرنسي، ربح كاس العالم فرنسا كما تعرفوا 98، تحصل على وسام الشرف في فرنسا احسن لاعب في العالم 3 مرات، البالون دور زاد زين الدين زيدان بطوله اوروبا عام 2002، وبطبيعه جميع الالقاب مع ريال مدريد. ننصحكم تفرجوا في الفيلم هذا، تعيشوا مسيره استثنائيه للاعب اسطوره اللي هو زين الدين زيدان.